مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي العظيمة. برحب بحضراتكم في يوم جديد وحلقة جديدة من المحترف. النهاردة إن شاء الله عندنا ملفات كثيرة جدا على مستوى طبعا أوروبا، هنتكلم على طبعا بطولة أمم أوروبا، وهنتكلم كمان على التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية القادمة إن شاء الله. لنا كمان حديث عن النادي الأهلي، عندنا حديث عن الكرة العالمية بشكل كبير النهاردة، وعشان كده معانا نجم من نجوم التحليل الكرة العالمية أحمد مجدي اللي هيشرفنا ويكون في ضيافتنا النهاردة في المحترف. أكيد لسه مع طبعا نادينا العظيم النادي الأهلي. حضراتكم عارفين بعد الإنجاز التاريخي وحصولنا على الـ11 الأفريقية، كان طبعا مارسيل كولر ادى اجازه للفريق اسبوع، الفرقه امبارح رجعت التدريبات. الحقيقه اول ما رجعت التدريبات كان في لقاء مهم جدا جدا يجمع اللاعبين كلهم مع مارسيل كولر قبل التدريبات ومع الكابتن سيد عبد الحفيظ. اجتماع مهم ليه؟ اجتماع مهم جدا علشان كعاده النادي الاهلي، وزي ما متعودين وبنقول دايما وبنعيد ان النادي الاهلي وجماهيره لا تشبع من البطولات، وعشان يكون عندك دايما شغف وعندك دايما قدرة وعندك دايما إصرار وعزيمة وقوة للحصول على البطولات لازم دايما بتفصل، لازم دايما بتفصل. بمعنى خلاص خلصت على بطولة كانت مهمة جدا، بطولة تاريخية كلنا فرحنا بيها، البطولة الأفريقية، يتقفل هذا الملف تماما. وكان ده اللغة والحوار في هذا الاجتماع مع كابتن سيد عبد الحفيظ وكولر مع اللاعبين، نقفلنا خلاص، خدتوا اجازتكم، فرحنا، يعني عملنا كل حاجه، وحان وقت الجد. وقت الجد، عندنا مباراه مهمه جدا مع حرس الحدود، خلاص هنشتغل من دلوقتي، قفلنا كل اللي فات، هنشتغل دلوقتي بجد بجد وبعزيمه وباصرار، ومحدش يفكر ما هو يا كابتن كده كده الدوري يعني قريب، ويا كابتن الكلام ده مش موجود ومش هيبقى موجود. الاجتماع كان مهم جدا، بيحطوا النقط فوق الحروف، اللعيبه كمان عندها، لان اللعيبه متعوده على كده انها دايما عندها شغف ودايما بتقفل الملفات وبتقفل البطولات وبنبص للبطوله اللي بعد كده. كان اجتماع مهم جدا جدا قبل التدريب، وبدايه ان شاء الله بدايه جيده لبطوله جديده، بطوله الدوري اللي طبعا فريقنا بيستعد ليها يعني يوم الخميس امام فريق حرس الحدود. زي ما بقول لحضراتكم بنهايه او بمجرد قفلنا الصفحه بنشوف صفحه جديده، والكلام بيخلص عن القديم، خلاص خلصنا افريقيا، هنبدا ان شاء الله استعداداتنا لبطوله الدوري المصري ان شاء الله، ونفكر بعديها بكاس العالم للانديه او البطوله الافريقيه او السوبر الافريقي. الاهلي بيواصل رحلته الحقيقه مع التاريخ ومع الارقام ومع البطولات على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي. نصر النادي الاهلي يعني زي ما بيقولوا كده فارد جناحه وبيلم كل البطولات اللي قدامه، وده محتاج مجهود ومحتاج التزام ومحتاج قوة ومحتاج تضحيات، وده اللي بيقوم بيه الحقيقة كل منظومة النادي الأهلي، بداية من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، حتى عامل عم حارس عامل غرف الملابس اللي الحقيقة طبعا يعني كمان عنده، يمكن عم حارس عنده عدد من البطولات يعني مش عايز اكتر كتير جدا جدا من تجميع الانديه في الدوري الممتاز. فبقول لك هو ده النادي الاهلي، يعني نادي البطولات، وكله بيشتغل من هذا المنطلق. وعشان النادي الاهلي يبقى في هذا المستوى ما بننساش كمان القاعده، بنتكلم على قاعده الناشئين، قاعده البراعم، اللي النادي الاهلي الحقيقه اختبارات الناشئين مستمره. من اول امبارح في النادي الاهلي بدات اختبار قطاعات الناشئين زي ما قلنا لحضراتكم يوم الجمعه اللي فات، والنهارده كانت في اختبارات لمواليد 2010 2011 و2012، بكره ان شاء الله هيكون في اختبارات لمواليد 2007 و8 و9. الاختبارات خلي بالكم مهمه جدا، ويعني انا بقول لحضراتكم انا واحد من خريج هذه الاختبارات، يعني انا يعني تعاملت ودفعت الثمارة ودخلت. الصورة اللي شايفينها دي صورة جميلة جدا مميزة جدا. اختبارات النادي الأهلي بتبدأ من أعمار صغيرة تقريبا 5-6 سنين، بيبدأوا يبصوا، مش يعني طبعا السن ده صعب جدا تحدد، ولكن يعني ملامح الموهبة ممكن تظهر، ومن خلال تجميعة معينة ومن خلال العين اللي يمكن النادي الأهلي بوجود الكابتن بدر رجب إن شاء الله يكون عندنا خبير في هذا المجال في قطاع الناشئين
وتوظيف واكتشاف المواهب. كابتن احمد ناجي بعد طبعا توليه طبعا يعني حراسه حراس المرمى في النادي الاهلي او مدربي الحراس المرمى هو طبعا المشرف العام عليهم. كل دي مكاسب، كل دي خبرات ان شاء الله من خلال الاختبارات زي ما بقول لحضراتكم مهمه جدا. اعداد مش عايز اقول لحضراتكم، اعداد كبيره جدا جدا، ويعني في قبول وفي زحف زي ما بيقولوا على النادي الاهلي بالنسبه لكل اولياء الامور واللاعبين والاطفال اللي حضراتكم شايفينها. كله بيتمنى وبيحلم ان يكون نجم، والحلم يا جماعه الحلم ملوش يعني ملوش سقف. يعني امثله كتيره جدا جدا، صلاح خرج من المقاولين باختبارات، يعني نماذج كتيره جدا، النني، حجازي، كل الناس دي عدت على موضوع الاختبارات. والحقيقه بتكون الموضوع مش سهل، الموضوع طبعا صعب شويه على الاهالي، لكن كمان النادي الاهلي الحقيقه الفتره الاخيره بينظم الاختبارات دي بشكل علمي شويه، يعني على مستوى الاعمار، على مستوى شكل الاختبارات هيكون عامل ازاي، المتابعه الجديه للولاد. لان كان بعض الناس يقول لك يا عم الاختبارات هو الناس بتقعد تحت الشمسيه وتتفرج خمس دقايق ومشوم. لا، السنه دي النادي الاهلي الحقيقه ومن سنوات الحقيقه السنوات الاخيره في نظام وفي سيستم لاكتشاف المواهب ديت والعمل على انضمامها سواء على مستوى البراعم او على مستوى قطاعات الناشئين. زي ما قلت لحضراتكم وجود نجوم كبار بيشتغلوا ويبصوا على الولاد دول، عندهم خبره كبيره جدا في اختيار الناشئين والمراحل السنيه المختلفه. زي ما قلت لحضراتكم كابتن بدر رجب عنده تاريخ كبير جدا جدا سواء مع النادي الاهلي او في دوله الامارات، وجود الكابتن احمد ناجي كمان. فالحقيقه جود لك يعني بالتوفيق لكل الاطفال اللي في عيونهم دلوقتي بيحلم ان يكون لاعب في النادي الاهلي ولاعب في منتخب مصر وياخد تجربه احترافيه. كل دي ان شاء الله تكون مكاسب للكره المصريه، واكيد النادي الاهلي زي ما بقول لحضراتكم داعم دائما للمنتخبات. الصوره اللي قدام حضراتكم ان شاء الله هتستمر خلال الاسابيع القادمه على مستوى الاختبارات، على مستوى المراحل السنيه المختلفه. وطبعا كمان شيء مهم جدا الارضيه، ارضيه الملعب اللي بيتمرن او بيختبر عليها اللعيب زي ما انتم حضراتكم شايفين، كمان ارضيه مناسبه جدا. لان كان الحقيقه في سنوات كانت الارضيه كان عليها مشكله، لكن كل التولز موجوده، كل الامكانيات موجوده عشان اللعيب يشوف او اللاعب دوت يشوف امكانياته. زي ما بقول لحضراتكم الاعمار السنيه الصغيره دي هي يعني بتدي امل لاولياء الامور، وكويس ان احنا نبدا بالاعمار السنيه الصغيره ديت. يعني خلي بال حضراتكم ان الموهبه ما بتظهرش قوي، لكن ملامح الموهبه ممكن تظهر مع شغل بعض المدربين في الاعمار السنيه المختلفه ديت، خاصه السن الصغيره ممكن جدا يفرز عناصر ولاعبين على مستوى جيد. فان شاء الله كل التوفيق والمجهود الكبير اللي بيقوم بيه طبعا كابتن خالد بيبو، كابتن بدر رجب، كابتن احمد ناجي والمدربين اللي بيقوموا الحقيقه بيكونوا متواجدين من الساعه 6 الصبح. من 6 الصبح كل الاجهزه الفنيه بتكون موجوده، كابتن بدر رجب زي ما بقول لحضراتكم، كابتن خالد بيبو رئيس القطاع، والكابتن احمد ناجي موجودين من 6 الصبح عشان بيستقبلوا طبعا وافدين على اختبارات النادي الاهلي. كل التوفيق ان شاء الله لكل من يتقدم، وان شاء الله يعني حلمه كده يتحقق ويكون لاعب في النادي الأهلي.